إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. في قناة أبو ساجد سنشاهد اليوم شجرة الزرنخت بعد التقليم استعدادا لهذا الموسم. كما نشاهدها حتى بعد التقليم يبقى منظرها جميل ورائع. طبعا قد تم تفريغ أغصانها وخاصة من الداخل كما نشاهد قبل بداية الموسم وتفريغ الأوراق والمحافظة على شكلها الجميل. طبعا نذكر الإخوان شجرة الزرنخت تختلف عن شغلة النيم. شجرة النيم شجرة ثانية وليس هي نفسها شجرة الزرنخت. فعلى كل من يحب أن يشاهد هذه شجرة الزرنخت بأوراقها سأضع لكم الفيديو في شاشة النهاية في أواخر هذا الفيديو، وبإمكانكم مشاهدتها وهي بأوراقها الجميلة. كما ذكرنا تم تفريغها وقصها كما نشاهد استعدادا لهذا الموسم لكي تبقى محافظة على شكلها الجميل. حتى بدون أوراق كما ذكرنا فهي جميلة كما نشاهد. فمن يحب مشاهدتها بأوراقها سأترك لكم الفيديو في نهاية الشاشة. إخواني أحبتي المشاهدين، إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.